بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنا وأنتم مشاهدي قناة كربلاء الفضائية إنما تكونوا في تغطية خاصة لزيارة وفد العتبة الحسينية ووفد العتبة العباسية المطهرتين إلى قرية البوبالي الذين قدموا الشهداء من أجل الدفاع عن الأرض والمقدسات، فإلى هناك كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بناء على توجيهات المرجعية الشريفة وتوجيهات سماحة الشيخ عبد المجيد الكربلائي وسماحة السيد أحمد الصافي بتشكيل وفد من العتبة الحسينية المقدسة والعباسية المطهرة لزيارة ذوي الشهداء في مدينة ديالى من عشيرة البوبالي. الواقع هذه المدينة تعتبر مدينة مظلومة منذ سنة 2003 وجزء قبل 2003، ولحد الآن نلاحظ بأنه بين فترة وأخرى هناك كوكبة من الشباب يعني يحاولون أعداء الدين وأعداء المذهب باغتنام الفرصة لنيل عدد من شباب هذه المدينة من ديالى وبعقوبة. الواقع وهذه ليست أول محاولة ولا آخر محاولة نتوقعها، بين فترة أخرى نلاحظ بأن هناك محاولات كثيرة للنيل من هؤلاء الشباب الحسينيون الذين يخدمون في هذه المدينة مدينة ديالى. هذا وفد حقيقة بتوجيه من أصحاب السماحة، سماحة الشيخ عبد المهدي كربلائي، سماحة السيد أحمد الصافي المتولي شرعينين لعتبتين الحسيني والعباسي المقدستين، توجه الوفد إلى هذه القرية، قرية البوبالي في ديالى، لحقيقة نقل عزاء أصحاب السماحة لذوي الشهداء الآباء والأمهات والإخوان والأولاد، ولحقيقة دعواتهم بأن يفرغ عليهم الصبر، وكذلك دعاهم للجرحى بأن إن شاء الله يتماثل الشفاء بأسرع وقت إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى، حقيقة العراق لا يخاف عليه وإن كان الدماء عزيزة وليست من الأمرين، لكن نقول العراق لا يخاف عليه، خصوصا مع وجود هذه السواعد الخيرة المؤمنة التي مستعدة للدفاع عن العراق في أي وقت وفي أي لحظة. ويقولون هاي من يجي وين راح يصير وين كذا، هذه خلا وصل لكم هاي الفكره اخاف يجون السياسيين مثلا المواطن ويا القوى الامنيه ويا. طبعا وفد العتبتين المقدستين، العتبه الحسينيه المقدسة والعتبة العباسية المقدسة، اليوم هنا في محافظة ديالى منطقة آل بوبالي، طبعا لمواساة عوائل الشهداء في هذه المنطقة المعطاء، للتواصل مع أهل هذه المنطقة والاشتراك في أحزانهم ومواساتهم، أيضا لزيارة عدد من الجرحى في أماكن تواجدهم. هذا بتوجيه من المتولين الشرعيين للعتبتين المقدستين، وتأتي هذه الزيارات من أجل التواصل مع أبناء المجتمع، من أجل إرساء أركان السلم المجتمعي في المجتمع، من أجل أن يكون هناك لحمة وطنية واحدة. باسم المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة آية الله العظمى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث، وباسم أهالي ديانة وأهالي الخامس، فردا فردا تم استقبال وفد العتبتين المباركتين المقدستين الحسينية والعباسية، جزاهم الله خير الجزاء، وتم توزيع بركات العتبتين المقدستين على ذوي الشهداء
والجرحى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم بالصحة والعافية وجزاهم الله خير الجزاء. انطلاقا من دور الأبوة التي تقوم به المرجعية ووفود مرجعيتين العتبة الحسينية والعتبة العباسية، حيث قامت المرجعية بإرسال هذا الوفد إلى شهداء قرية البوبالي والجرحى. وحقيقة هذا ديدن العتبتين منذ ابتداء أحداث عام 2003 ولسقوط الشهداء سواء في محافظة ديالى أو في صلاح الدين أو في الموصل، نجدهم السباقين والساعين للتواصل مع هذه العوائل ونقل تحيات المرجعية لكل عوائل الشهداء والجرحى والمناطق المنكوبة. حقيقة لا يسعنا إلا نشكر العتبتين على هذا الموقف الأبوي، وهي الراعي الأول لهذا الشعب وهي أب للجميع إن شاء الله. مرت بينا الأحداث 2007 ما صار عندنا شيء، 2014 ما صار عندنا شيء، فجانا هذا التعرض، جانا من هالمنطقة مفتوحة من الحمرين بدون أي نقاط، ومن توصل حد العفو من معسكر أشرف من حمرين ما بها أي نقاط ولا. جو بالليل استمكنوا مكاناتهم، احنا الحمد لله هنا من يصير اذا صار رمي باعتبار اكو حادثه وفاه او عركه، فالعالم انهرعت طلعت حتى تعرف شنو، حتى تفتح المجال او تفض النزاع او متوفي شيعونه، فمستمكنين رمي عشوائي وقناص، فاللي انقتلوا اولادنا كلهم انضرب قلبه او بقصده، المهم فمن شفنا حاله صارت بقعوا اولادنا راسا رجعنا بقوه لبيوتنا ومسكنا سلاحنا كلنا حتى ندافع عن عرضنا عن أرضنا عن نسانا عن أطفالنا، فتمكننا منهم الحمد لله، رجعناهم بقوة رديناهم بقوة التجاو. احنا الغاية اللي حللناها من هذا الموضوع بين رادوا يرجعون للمربع الأول، يريدون يعيدون الفتنة الطائفية بالمنطقة، لأن احنا هنا اللي قدامنا القرية اللي نهزموا عليها منطقة عزة ومنا عبيد، فرادونا نهجم مثل ما صارت بغير مناطق، نهجم على هذه المنطقة حتى نثير الفتنة الطائفية، بس الحمد لله تمسكنا مسكي بعقدة الحسين وأولادنا فداء للحسين فداء لعبد الله الرضيع، والحمد لله تمسكنا أعصابنا وسيطرنا على أولادنا، لأن عندنا حكمة وعندنا إيمان بالله وأهل البيت. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. 4 ملايين. الله يعافيك.